انا موصل شيء عمي انا كسر ظهري فقرا كسر ظهري عملت حادث بالسيارة انكسر ظهري جيت عملت عملية هون المرة جبناها كمان تحكم أنا جيت بعدين جينا حكمي ما تملنا في تركيا يعني قالوا لي حكمتك هي يعني حطوا لي الصفيحة في ظهري قالوا لي حكمتك هي يعني ابدروا عبيتي بقى سوريا